حزب المعارض الرئيس في نيجيريا طعن رسميا اليوم في نتيجة الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنها مخالفات. يأتي ذلك بعد أن أعلن عن إعادة انتخاب الرئيس جودلاك جوناثان، وبحسب نتائج رسمية شملت 31 ولاية من أصل 36 يتألف منها الاتحاد النيجيري، أظهرت تقدم الرئيس المنتهي ولايته جوناثان. تقول المعارضة إن عمليات التزوير وقعت في كادونا وسوكوتا اللتين شهدتا اضطرابات متفرقة أدت إلى مقتل 10 أشخاص. نحن نعلم أن كل أو بعض الأحزاب ليست راضية من نتيجة الانتخابات، لكن نود تشجيع كل المتنافسين أن يسيروا في الطرق القانونية للتعبير عن آرائهم. وأظهرت النتائج الأولية حصول جوناثان على أكثر من ضعفي الأصوات التي حصل عليها منافسه الرئيس محمد بوهاري الحاكم العسكري السابق، حيث حصل على أكبر تأييد له بالمناطق الشمالية. في هذه الأثناء امتد العنف إلى العاصمة أبوجا، حيث يبحث الناس عن ملاذات آمنة هربا من العنف بين الشرطة والمحتجين من أنصار المعارضة.